هو اللي يصفق دائما في الحفلات ولا يجي شيء. انا صفق من امس. اصبر اصبر، احضر القادمين من الخلف من يوم التصفيات اقولها ولا سويت شيء. وش كل اللي تعدى؟ اهم شيء محبه الجمهور يا صور مقطع والله. حي الله اللي يرد الروح. الدور الخامس يا صدق بالله يا طيب لو سمحنا يا عيال اللي في الغرف تعالوا اعلان اعلى خمس مراكز في التصويت نوماس كاريزما اثنين نشوف من اعلى تصويت من هو اللي دراهمه واجد اعرفه بيروح ناديهم ويرقد تركي كم منهم اجل يا عيال كل فاتحه الاول باذن الله الخير الصيل ما تلحق له ثاني توقف جراح لا راح يا رجال نطلع فاصل لا مو مرتاح حجاج الله كل حربي الا مرتاح ابن عمي يا جماعة الخير يلا نشوف الرابع سالم بريجدي من الرابع هو اللاعب لا عبد الله بالرقعان الاول سباق هو فيصل الحازب ولا من ثامر الرابع نايف ثامر نايف ثامر مين سالم بريجدي ساهر طلع اقدرهم والله اي صح اوكي شكرا الاول بإذن الله اسمع استاهل لا عكت اصبر ايه خلاص صفق بعد اليوم ايش فيكم داعمين انتم طاب عليك طول عمر السلامه عشان هذا الاول بإذن الله كفو خلاص ريان مقسم هذا اخوي يا ريزي خليه يرجع عد له البيت عد نفسه تعال سيف السالم مليان ابو حيث الله ما دخل معي ماك دخل ولا لك دخل فينا لا ابو رحمه لا توي انك صايد الجو الثانية تدري واحد صح؟ هي استاهل الله يرفع قدرك روح ادعى شيء دقا حدد الوجهة وحنا لك جنود دارنا بالدار
يا درب.